في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا ونبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وهدى وصلاحا يا رب العالمين. اليوم نحن مع الحديث الثاني وما بعده من حديث كتاب الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف والشارح رحمهم الله تعالى: الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. الكلام عليه من وجوه: أحدها أنه يدل على تعليق الحكم بالرؤية، ولا يراد بذلك رؤية كل فرد بل مطلق الرؤية، ويستدل به على عدم تعليق الحكم بالحساب الذي يراه المنجمون. وعن بعض المتقدمين أنه رأى العمل به وركن إليه بعض البغداديين من المالكية، وقال به بعض أكابر الشافعية بالنسبة إلى صاحب الحساب. وقد استشنع هذا لما حكي عن مطرف بن عبد الله عن من المتقدمين، حتى قال بعضهم: ليته لم يقله. والذي أقول به إن الحساب لا يجوز أن يعتمد عليه في الصوم لمفارقة القمر للشمس، لمفارقة القمر للشمس على ما يراه المنجمون من تقدم الشهر بالحساب على الشهر بالرؤية بيوم أو يومين، فإن ذلك إحداث لسبب لم يشرعه الله تعالى. وأما إذا دل الحساب على أن الهلال قد طلع من الأفق على وجه يرى لولا وجود المانع كالغيم مثلا، فهذا يقتضي الوجوب لوجود السبب الشرعي، وليس حقيقة الرؤيا بشرط في اللزوم، لأن الاتفاق على أن المحبوس في المطمورة إذا علم بإكمال العدة أو بالاجتهاد بالأمارات أن اليوم من رمضان وجب عليه الصوم، وإن لم يرى الهلال ولا أخبره من رآه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه، وهنا لها ضمير في رأيتموه، المقصود بها الهلال، وقد جاء مصرحا به في روايات في الصحيحين: إذا رأيتم الهلال، أو إن الشهر يكون 29 و30، فإذا رأيتموه، فالمقصود الهلال. إذا رأيتموه فصوموا، والمقصود هنا إنه الصيام، لأنه إذا رؤي الهلال لا يشرع الإنسان في الصيام، فإنه يراه من أول الليل ولا يصوم إلا من الغد. فإما أن يقال هنا معنى صوموا أي أنووا الصيام وبيتوا نية الصيام، وإما أن يقال، لأن هنا امتنع أن تكون الفاء للتعقيب، لأن الليل الذي بعد الرؤية ليس محلا
للصيام، فنحتاج لكون الفاء تكون للتعقيب أن نتأول معنى قول فصوموا أي فنووا الصيام، والنية تعقب الرؤية مباشرة فلا يكون هناك، فتكون الفاء للتعقيب، لكن المقصود بالصوم هنا ليست حقيقة الصوم وإنما هي نية الصوم. وهناك وجه آخر وهو يبدو أنه أقوى، وهو أن يقال إن الفاء للتعقيب وإن الصيام للحقيقة، لكن التعقيب يكون في كل شيء بحسبه، فمن التعقيب ما يقع بعد المعقب عليه مباشرة، ومنه ما يكون بعد وقت، ومنه ما يكون بعد وقت آخر، وهكذا. ولهذا فالقول بنسبية التعقيب يعني أن التعقيب ذو نسبة، يختلف التعقيب بحسب الأحوال. لو قلت لك الآن إذا دخلت الباب أعطيتك الكتاب، هذا ماذا يقتضي؟ إذا دخلت الباب مباشرة تأخذ الكتاب. إذا قلت لك إذا زرتني غدا صنعت لك وجبة عشاء، من يوم تدخل مع الباب على طول أقدم لك العشاء؟ ها؟ زرني فأعشيك، هل فعل التعقيب كذا؟ زرني فأعشيك، هل معنى ذلك أنك ما تدخل مع الباب إلا وضع الطعام بين يديك؟ وإلا فعل التعقيب؟ طيب قلت الآن اشتريت سيارة من إنسان في جدة، فقلت له إذا جاءك يعني المال فترسلها إلي. طيب ترسلها إلي تحتاج إلى يومين أو ثلاثة أيام، إذن التعقيب يكون في كل شيء بحسبه. وإذا كان كذلك فنقول الفاء للتعقيب والصوم على حقيقته، ولكن التعقيب يختلف من شيء إلى شيء، وحينئذ يقال التعقيب هنا هو بالصيام في وقت الصيام المعهود وهو النهار الذي يبتدئ بالفجر. إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، هذا يقع أيضا في آخر الحديث، إذا رأيتموه يعني هلال شوال فأفطروا. أي الفطر؟ الفطر اللي في الليل؟ فطر الليل هذا ما يحتاج، كل ليالي رمضان هم مفطرون، ولكن المقصود الفطر الذي في النهار، في النهار، لأن فطر الليل لم يكن بسبب رؤية الهلال، وإنما فطر الليل لأن الليل ليس محلا للصوم. فإن غم عليكم، وفي رواية فإن عمي عليكم، غم عليكم يعني حال دونه غيم، قد يكون الغيم سحاب، وقد يكون غبار، وقد يكون ضباب، وقد يكون شيء من الأشياء التي تحدث. أو عمي عليكم، وهو إذا غمي عمي، إذا غمي لم يستطع الناس أن يروه، فهم لا يرونه، كما أن الأعمى لا يرى شيئا. فاقدروا له، وهذه تنطق هكذا، فاقدروا وفاقدروا، وسيأتي كلام أهل العلم في معنى كلمة فاقدروا، لأن لها أثر في فقه الحديث. هذا الحديث يدل على جملة مسائل. المسألة الأولى أنه يدل على تعليق الحكم بالرؤية، فالصيام معلق برؤية رمضان، والفطر معلق برؤية شوال، وهذا من كمال الشريعة ومناسبتها لظروف وأحوال البشر، فإن التعليق بالرؤية يستوي فيه العامي والجاهل والقريب والبعيد، ومن عندهم معرفة بعلم الفلك، ومن ليس عندهم علم بمعرفة الفلك، ومن هم في شمال الأرض وجنوبها وشرقها وغربها، لأن هذه علامة كونية يستوي الناس في معرفتها. اللهم إلا في بعض أجزاء من الكرة الأرضية التي لا يرون هذه العلامة أحيانا أشهر طويلة، فهؤلاء الخطاب ليس لهم هنا، وإنما هو لأغلب الناس.
وعليه فإن هؤلاء يقتدون بمن هم أقرب الناس إليهم. يدل على تعليق الحكم بالرؤية، ولا يراد ذلك رؤية كل فرد، بل المراد رؤية مطلق الرؤية، وهذا هو الذي يسمى الفرض الكفائي، أي إن الرؤية فرض على الكفاية. فإذا حصلت الرؤية ممن تصلح منه الرؤية فالجميع في حكم من رأوه، ولا يلزم أن يراه كل واحد من الناس. والذي يدل على هذا أمران: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه الأعرابي وشهد عنده بأنه رأى الهلال، أمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي أن صوموا غدا، فهؤلاء لم يروا، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعملوا برؤية ذلك الأعرابي، فدل ذلك على أن الرؤية ليست معلقة بكل فرد. والأمر الثاني إجماع الأمة، والحمد لله هذه المسألة ليست موطن خلاف، إجماع الأمة على أن المقصود هو الرؤية وليس المقصود ذات الرائي. فمتى حصلت الرؤية ممن تصح شهادته أو ممن يصح خبره ثبت الهلال، وجب على الجميع أن يصوموا. وعلى هذا ينزل قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي فيصوم هو ويصوم أيضا البقية بشهادته على الشهر ووجوده. المسألة الثانية، وهو لم يضعها ثانية وإنما جعلها تابعة للأولى: يستدل به على عدم تعليق الحكم بالحساب الذي يراه المنجمون. فالناس في إدراك الهلال على طريقين: الطريق الأول إدراكه بالحس بالرؤية، والطريق الثاني إدراكه بعلم الحساب. فقول الذي يراه المنجمون يعني الذين يعرفون سير النجوم وحسابها، قال: الحكم معلق بالرؤية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وقد جاء عن بعض المتقدمين العمل بالحساب، وذكر هذا عن مطرف بن عبد الله بن الشخير من كبار التابعين، بل هو من المخضرمين الذين أدركوا بعض الصحابة. جاء عن مطرف بن الشخير العمل بالحساب، وركن إليه بعض البغداديين من المالكية، وقال به بعض أكابر الشافعية بالنسبة إلى صاحب الحساب. وهذا تقييد عند من قال به من الشافعية، وهو ابن سريج، أن العمل بالحساب جائز ولكنه ليس لازما لبقية الناس، وإنما هو لازم لمن يعرف الحساب فقط. فإذا عرف هو بالحساب أن الشهر قد دخل وجب عليه الصوم، وإن لم يكن يثبت وإن لم يكن قد ثبت الشهر بالرؤية. قال: وقد استشنع هذا لما حكي عن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير، حتى قال بعضهم وهو محمد بن سيرين: ليته لم يقله. يعني إن محمد بن سيرين اعتبر هذا القول قولا شاذا ما كان ينبغي أن يقوله مطرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المناط للصوم أو الفطر هو الرؤية ولم يلتفت إلى الحساب. قال هنا: والذي أقول به إن الحساب لا يجوز أن يعتمد عليه في الصوم لمفارقة القمر للشمس على ما يراه المنجمون من تقدم الشهر بالحساب على الرؤية
بيوم أو يومين فإن ذلك إحداث لسبب لم يشرعه الله. الشمس والقمر يتجهان من المشرق إلى المغرب، وحينئذ فإذا كانت الشمس في بقية الأيام في آخر الشهر تغرب الشمس ثم يغرب بعد ذلك القمر، في آخر الشهر أو في اليوم الأخير يقع ما يسمى بالولادة، وهو أن الشمس والقمر يكونان على سمت واحد ثم يتقدم القمر، فإذا تقدم القمر ورؤية قد غرب قبل الشمس ثبت، ورؤية قد غرب بعد الشمس يعني غربت الشمس ثم هو غرب بعدها، فحينئذ يكون قد ثبت الهلال. المنجمون عندهم حساب، يعني أصحاب، ليس المقصود المنجمون المذمومون، ولكن المقصود أصحاب الحساب الذين يعرفون سير النجوم، هم يعتبرون أن تقدم القمر قبل الشمس هذه يسمونها لحظة الولادة، وحينئذ عندهم يعتبرون أن الهلال قد هل، ولا يلتفتون إلى قضية الغروب. يقول إنه لا يعتد بما يذكرونه في مسألة المقارنة والولادة، لا يعتد به، وإنما يعتد بالرؤية في الأفق بأن نرى القمر في الأفق بعد مغيب الشمس. والسبب أننا كوننا نهل الهلال بالولادة التي عندهم هذا إحداث لسبب لم يشرعه الله عز وجل، فإن الله عز وجل قد شرع الصيام للرؤية وليس للولادة. طيب، لكن يمكن أن يعمل بالحساب في بعض الصور. قال لو أن أهل الحساب إذا دل الحساب على أن الهلال قد طلع من الأفق على وجه يرى لولا وجود المانع كالغيم فهذا يقتضي الوجوب لوجود السبب الشرعي. ما هو السبب الشرعي هنا؟ وجود الهلال في الأفق بعد الشمس. الآن السبب الشرعي موجود لكنه حال دون إدراك هذا السبب الشرعي، هذا الغيب. الذي دلنا على السبب الشرعي ليس هو الرؤية، وإنما الذي دلنا على السبب الشرعي هو الحساب. قال فنحن حينئذ لا نكون عاملين بالحساب، وإنما نحن عاملون بالرؤية التي قد دل عليها الحساب. قال ومما يدل على ذلك أنه قد وقع الاتفاق على أنه لو كان هناك إنسان مسجون في بئر، وما يلزم أن يكون بئر، يمكن غرفة أصلا مصمتة ظلمة كذا، هذا إذا أراد أن يصوم فإنه يكمل العدة أو بالاجتهاد بالأمارات أن اليوم من رمضان، فإذا وقع له اجتهاد بأحد هذين وجب عليه أن يصوم، وهو في حقيقة أمره لم يرى الهلال وإنما اعتمد على هذه الأمارات، إما على الإكمال، مع أن الإكمال قد يكون الشهر ناقص شعبان، وإما على اجتهد بأمارات، فحينئذ هو قد صام ولم يرى الهلال اعتمادا على أمارات استدل بها. قال فكذلك إذا كان الحساب أمارة وليس عمدة، دل الحساب يقينا على أن القمر اليوم يرى في الأفق
ولكننا لم نستطع أن نرى لأنه كان هناك غيم أو سحاب. ففي مثل هذه الصورة نعمل بالحساب. وهذه المسألة التي اختارها ابن دقيق العيد رحمه الله يمكن أيضا أن تخرج على ما ذهب إليه الحنابلة في قولهم إنه إذا كان يوم الثلاثين من شعبان, إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان وحال دون رؤيته غيم أو قتر فإنهم يصومون. قالوا هذا على سبيل الاحتياط للصيام لأنه يمكن أن يكون هناك هلال في الأفق ولكنهم لم يروا. فإذا كان هذا قيل بالصوم فيه على سبيل الاحتياط لأمارات غير موجودة, فالاحتياط في وجود أمارات موجودة وهو الحساب قد يقال إنه أقوى وأولى وأحرى بأن يصام. وذهب الأكثرون إلى أنه حتى لو دل الحساب على هذا ولم يرى فإنه لا يصام لقوله صلى الله عليه وسلم فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. وهنا هذه الصورة التي استدل فيها ابن دقيق العيد رحمه الله بالأخذ بالحساب قد جاء النص عليها بأنه في حال وجود الغيم أنهم يكملون ثلاثين. فإن غمي عليكم قد جاء هذا من حديث علي, وجاء هذا من حديث ابن عباس, وجاء هذا من حديث أبي هريرة, وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عمر, جاء عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في روايتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل هذا اجتهاد لابن دقيق العيد رحمه الله في أنه وهو من القائلين بعدم العمل بالحساب يرى العمل في هذه, لكنه لا يراه حينئذ عملا بالحساب, وإنما هو عمل برؤية لم يمكن أن يعمل بها لأجل ما حال بينهم وبين رؤيته من الغيم أو القتر. نعم. الثاني يدل على وجوب الصوم على المنفرد برؤية هلال رمضان وعلى الإفطار على المنفرد برؤية هلال شوال. ولقد أبعد من قال بأنه لا يفطر إذا انفرد برؤية هلال شوال, ولكن قالوا يفطر سرا. طيب, قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطر. ظاهر هذا أنه يدل على وجوب الصوم على المنفرد برؤية هلال رمضان. الانفراد بالرؤية يقع على صور, منها مثلا, وهذا في الزمن الأول حينما لم تكن هناك يعني وسائل الإعلام, هذه إنسان في برية فرأى الهلال لكنهم في الحواضر لم يروا فهو قد انفرد برؤية الهلال. صورة ثانية أنه قد رأى الهلال ثم جاء ليشهد ولم تقبل شهادته فانفرد هو برؤية الهلال. فهذا الذي انفرد برؤية هلال رمضان وكذا يمكن أن ينفرد برؤية هلال شوال, فيرى هلال شوال والناس لا يرونه ولا يستطيع أن يصل إلى معرفة خبرهم, أو يراه ويشهد ولكن ترد شهادته. فهذا ماذا يفعل؟ أقوال لأهل العلم, منهم من قال إنه يعمل برؤيته فيفطر ويصوم لأنه قد رأى, ويفطر لأنه قد رأى, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته, وكذا قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومنهم من قال إنه يعمل برؤيته صياما وبفطره فطرا, ولكنه يسر ذلك ولا يظهره بين الناس,
لأجل ألا يساء الظن به، ولأجل ألا يكون ذلك ذريعة لمن أراد أن يفطر فيقول قد رأيت الهلال. ومنهم من قال إنه يجب عليه أن يصوم لرؤيته المنفردة، ولا يجوز له أن يفطر لرؤيته المنفردة، وعلى هذا مذهب الحنابلة. قال: وسبب التفريق أمران. الأمر الأول أن دخول الشهر أن خروج الشهر يحتاط فيه ما لا يحتاط في دخول الشهر. الأمر الثاني أنه يقبل في إثبات هلال رمضان شاهد واحد، ولا يقبل في رؤية هلال شوال إلا شاهدان، وبناء عليه فهو يصوم لرؤيته ولا يفطر لرؤيته. وهذا يعني فيه تفريق بين ما جاء في سياق واحد، صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته. واختار بعضهم أن الانفراد لا حكم له لا في صيام ولا في فطر، وأنه إنما يعمل بما قبل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. قال شيخ الإسلام: لأن الهلال هو ما استهل، ومعنى استهل يعني انتشر وشاع بين الناس، فإذا قبل قوله فحينئذ يلزمه الصيام كما يلزم عامة الناس، وإذا لم يقبل فإنه لا يصوم ولا يفطر، لأن المقصود بالصيام هو الصيام مع جماعة الناس وليس الصيام المنفرد. نعم. الثالث: اختلفوا في أن حكم الرؤية ببلد هل يتعدى إلى غيرها مما لم يرى فيه. وقد يستدل بهذا الحديث من قال بعدم تعدي الحكم إلى البلد الآخر، كما إذا فرضنا أنه رؤي الهلال ببلد في ليلة ولم يرى في تلك الليلة بآخر، فكملت 30 يوما بالرؤية الأولى ولم يرى في البلد الآخر، هل يفطرون أم لا؟ فمن قال بتعدي الحكم قال بالإفطار. وقد وقعت المسألة في زمن ابن عباس رضي الله عنهما وقال: لا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. وقال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن أنه أراد بذلك هذا الحديث العام لا حديثا خاصا بهذه المسألة، وهو الظاهر عندي، والله أعلم. طيب، البلاد قد تختلف في رؤيتها للهلال، فيرى في بلد ولا يرى في بلد آخر، فما الحكم فيما إذا رؤي الهلال في بلد ولم يرى الهلال في بلد آخر؟ هذه مسألة طويلة الخلاف بين أهل العلم، لكن هنا أراد بالدقيق العيد أن يقول إن هذا الحديث يتجاذبه في الاستدلال من يقول إن الرؤية في بلد تعم كل البلدان، ومن يقول إن الرؤية في بلد لا تعم كل البلدان. فمن قال إنه تعم الرؤية فإن ذلك مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا، وهذا خطاب لكل المسلمين، فإذا ثبت الرؤية لأحدهم فإنها تتعدى إلى غيرهم، كما أن الناس في البلد الواحد إذا رآه واحد عم الحكم جميع الناس، فكذلك إذا رآه أهل بلد عم الحكم جميع الناس. وهذا إنما يعمل به أو إنما يقول به في الصورة المتيقنة، وإنما يخرج منه الصورة المتيقنة التي لا يمكن أن يكون أهل بلد ممن رأوا ممن ثبت في حقهم الهلال، كأن يكون مثلا يرى في غرب الأرض وقد انتهى، يعني وأهل المشرق قد انتهى الاشتراك بينهم
وبينهم في الرؤية، فحينئذ لا يقال بأهل المشرق بأنهم يصومون. لكن من ثبت الهلال عنده في شرق الأرض فإنه يعم من كان في غرب الأرض ومن كان في شرقها ممن يجتمع معه في الوقت. فيقول الخطاب، من يقول بالتعدية يقول الخطاب هنا صوموا، خطاب للمسلمين، فهو لم يخاطب لذواتهم وإنما خوطبوا لوصف الإسلام. ومن قال لا يتعدى قال هذا خطاب لمن هم مخاطبون بين يديه صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فلا يشمل من خالفهم. قالوا ومما يدل على ذلك هذا الحديث وهذه القصة عن ابن عباس. قد روى مسلم في الصحيح عن كريب أنه قال: قدمت الشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فقال عبد الله بن عباس: متى رأيتم الهلال؟ قلت: ليلة الجمعة. قال: أنت رأيته؟ قلت: نعم، رآه الناس وصاموا، وصام معاوية، ولعل هذا كان في خلافة معاوية. فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، يعني نحن رأيناه بعدكم بيوم، لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل العدة أو نراه. الآن تأخر أهل المدينة عن أهل الشام بيوم كذا، فيمكن أن يكمل الشهر عند، يمكن أن يراه أهل الشام 29 فيكون عند أهل المدينة 28 يوما، فلا نعمل برؤيته. يمكن أن يكون عند أهل الشام 30 يوما، أكمله 30 يوما ولا يحتاجون إلى رؤية، لأن من أكمل الشهر 30 يوما لا يحتاج إلى رؤية. لكننا نحن في المدينة بعدكم بيوم، صمنا 29، لن نعمل برؤيتكم يا أهل الشام حتى نرى مثل ما حتى نرى الهلال أو نكمل 30. إذن ابن عباس لم يعتد برؤية أهل الشام. قلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه فمن قال إن الرؤية تختلف من بلد إلى بلد آخر، لكن اختلاف البلدان، كل بلد يختلف عن بلد آخر حتى ولو كان بينهم فرسخ أو ميل؟ لا. ولهذا قال حكى بعضهم الإجماع على أن البلدين المتقاربين أن حكمهما واحد، ولكن الكلام عندهم في البلدين المتباعدين. لكن ما هو التباعد الذي بمقتضاه يمكن أن يقال لهؤلاء رؤية ولهؤلاء رؤية؟ فبعضهم نظر إلى مسألة المسافات فقال: كل بلدين بينهما مسافة قصر، لا تكون الرؤية لأهل بلد لازمة للبلد الآخر. ومنهم من قال: الاختلاف ليس بالمسافات، وإنما الاختلاف هو في مطالع الشمس والقمر. وأما المسافة فإذا كانوا على سمت واحد ما في فرق بين مسافة يوم أو يومين أو أكثر من هذا، أحد القمر لا يتأثر بهذه المسافة، فهو في الأفق. إذن ولهذا قال الدميري: وهذا الصحيح أن الهلال لا تعلق له بمسافة القصر، ولأن الجميع اتفقوا على في الصلاة على الاعتبار باختلاف المطالع. هذا أيضا من الاستدلال بمن قال إنه النظر في الاختلاف إنما هو للمطالع، والمطالع هذه يعلمها أهل الهيئة وأهل الفلك. ف
فإذا كان البلاد مختلفة المطالع فكل مطلع يكون الرؤية فيه للبلد ولمن هم على سمته، وإذا اختلفت المطالع فحينئذ وإذا اتحدت المطالع وإذا اختلفت المطالع فلكل بلد رؤيته. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن اختلاف المطالع أمر يقيني من حيث الفلك، ما أحد يقول إن المطلع للشمس والقمر في أدنى يعني جنوب الأرض كالمطلع في شمالها، اختلاف المطالع لا شك فيه. وهناك قول ذهب إليه بعض أهل العلم ومن قديم أشار إليه الحافظ أبو عمر بن عبد البر، قال إن السبب في القول باختلاف البلدان أنه كان في ذلك الزمن لا يستطيع الناس أن تصل أخبار بعضهم إلى بعض، فإذا رآه الناس الذين في أقصى المشرق، إذا كان واحد بيوصل الخبر إلى المغرب يوصل بعد ما ينتهي الشهر، فإذا كان كذلك فإذا ذهبت هذه العلة وأمكن الناس أن يعلموا الرؤية التي ثبتت في بلد فإنها تلزم في البلدان الأخرى. لكن الذي حدث في واقعنا اليوم يخرج عن كل هذه الأقوال، ذلك لأن الحدود الجغرافية الموجودة الآن في العالم الإسلامي لا تتحد في المطالع ولا تستطيع أن تقول تختلف في المطالع في كلها، فالبلد الواحد يكون طويلا كذا، فيكون في البلد الواحد أيضا اختلاف للمطالع، يعني لو نظرت إلى خارطة المملكة ونظرت إلى خارطة السودان ونظرت إلى خارطة ليبيا ونظرت إلى خارطة الجزائر تجد أن البلد الواحد فيه مطالع متعددة، وحينئذ فإذا قيل باتحاد المطالع فيمكن أن يقال إذا قلنا باتحاد المطالع فينبغي أن تكون لكل المسلمين ولكل البلدان، وإذا قيل باختلاف المطالع قد يقال البلد الواحد يمكن أن تكون فيه أكثر من رؤية، فقد تكون الرؤية في شماله غير الرؤية في جنوبه. هذه الحدود الآن أوجدت إشكالية كبيرة جدا، وهذه من المسائل الشرعية التي أوجدها الاستعمار في أحوال المسلمين، لأن قد تجد بلد في أقصى جنوبه أو في أقصى شماله يجاور بلدا آخر، ثبتت الرؤية في البلد الآخر ولم تثبت في هذا البلد، فهؤلاء يصومون وهؤلاء يفطرون. هذا من شؤم التفرق الذي وقع في حياة المسلمين. لكن نظرا إلى المشقة التي تلحق المسلمين في مثل هذا الأمر أصبحت الفتوى والعمل على أن الإقليم السياسي تعتبر له رؤية واحدة بغض النظر عن المطالع اتحادا أو اختلافا، لأن هذا قد يقال هو الذي يسع الناس. ومن هنا للأسف الشديد تجدون في بعض الأعوام أن بعض الأهواء السياسية قد تتدخل في مسألة رؤية الهلال أو عدم رؤيته. ولهذا في مؤتمر الأهلة الذي عقد العام الماضي في رابطة العالم الإسلامي دعي إلى أن تكون هناك هيئة عالمية على مستوى العالم الإسلامي، تكون هذه الهيئة معنية بمسألة رؤية الهلال وفيها أماكن للرصد على طول وعرض العالم الإسلامي، وتعتني برؤية الهلال شهرا شهرا وليس فقط في رمضان ولا في الحج، وأنه يمكن أن تكون مكة كما يرشح كثير من الفلكيين، يمكن أن تكون مكة مركزا لمثل هذه الرؤية، فإنه كما يذكر الفلكيون في هذا المؤتمر أن مكة تقع في قاعدة الأرض أو في منتصف الأرض. وعلى كل لو عمل هذا لدرأ كثيرا من الاختلاف واللغط الذي يحدث سنويا في الهلال،
والذي يحدث للأسف الشديد خاصة في الجاليات، في الجاليات في أوروبا وفي أمريكا. هؤلاء بعيدين عن بلدان العالم الإسلامي، فتجد الباكستاني يعمل برؤية الباكستان، وتجد السعودي يعمل برؤية السعودية، وتجد مثلا المغربي أو المصري يعمل برؤية أهل المغرب. وقد حدث في بعض الأعوام أن صلي صلاة العيد ثلاثة أيام، العيد اليوم الأول مثلا لأهل الخليج، العيد اليوم الثاني لأهل مصر، والعيد الثالث لأهل الباكستان، وهكذا. وهذا من التفرق والاختلاف المذموم. ولهذا الفتاوى من يعني كبار العلماء ومن المجامع الفقهية أن هؤلاء في هذه البلدان ينبغي أن يكونوا لهم هيئة تعتني برؤية الهلال، وأن لا ينظروا إلى قضية البلدان البعيدة عنهم، وإنما تكون هناك هيئة تجتمع من أهل العلم والخبرة والدراية فيتحرون الهلال، فإذا حكموا برؤيته وجب عليهم جميعا أن يفعلوا أو أن يعملوا بهذه الرؤية. وأما في البلدان المتفرقة فالآن الحكم فيها لكل أهل بلد رؤيته، وهذا الحقيقة يعني أمر فيه إشكال، لكن هذا الذي يسع المسلمين. والواجب على البلدان الإسلامية أن تعمل لوجود هيئة عالمية مسلمة تعتني برصد الأهلة دخولا وخروجا حتى يدرأ هذا الإشكال. والحقيقة لما كانوا يقولون إنه برؤيته وأفطروا لرؤيته يعم كل المسلمين، لأننا أصلا ما كان في الزمن الأول هذه التقسيمات الموجودة في عالمنا الإسلامي اليوم. نعم. الرابع، استدل لمن قال بالعمل بالحساب في الصوم بقوله فاقدروا له، فإنه أمر يقتضي التقدير، وتأوله غيرهم بأن المراد إكمال العدة 30، ويحمل قوله فاقدروا له على هذا المعنى، أعني إكمال العدة 30، كما جاء في الرواية الأخرى مبينا فأكملوا العدة 30. والمراد بقوله عليه السلام غم عليكم استتر أمر الهلال وغم أمره، وقد وردت فيه روايات على غير هذه الصيغة. فإن غم عليكم فاقدروا له، كلمة اقدروا له استدل بها من يقول بالحساب، واستدل بها من لا يقول بالحساب. أما من يقول بالحساب فيقول معنى اقدروا له أي قدروا له، والتقدير إنما يكون بالحساب، وحينئذ فهذا إحالة إلى علم الحساب. قالوا وإن علم الحساب قد كان في علم الفلك قديما كان يختلط بالتنجيم ويختلط به، ثم تطور هذا العلم وأصبح علما ابتعدت عنه كثير من الآفات التي كانت في الزمن الأول. ومنهم من قال إن معنى أقدروا له وإن كان يحتمل هذا المعنى، فإنه قد جاء في الروايات الأخرى ما يبين معنى التقدير، فقد جاء في لفظ فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة 30، فأتموا العدة 30. فإذا معنى أقدروا له يعني قدروا الشهر الذي أنتم فيه 30 يوما، لأنه لم تروا الهلال، والأحاديث يفسر بعضها بعضا. ولهذا فالأظهر في معنى أقدروا له هو ما دلت عليه بقية الأحاديث، يعني قدروا الشهر الذي أنتم فيه 30 يوما. نعم. الحديث الثالث، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. فيه دليل على استحباب السحور للصائم، وتعليل ذلك بأن فيه بركة، وهذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية، فإن إقامة السنة توجب الأجر وزيادته، ويحتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية لقوة البدن على الصوم وتيسيره من غير إجحاف به. والسحور بفتح السين ما يتسحر به وبضمها الفعل، هذا هو الأشهر.
والبركة محتملة لأن تضاف إلى كل واحد من الفعل والمتسحر به معا، وليس ذلك من باب حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين، بل من باب استعمال المجاز في لفظة في. وعلى هذا يجوز أن يقال في السحور بفتح السين وهو الأكثر، وفي السحور بضمها. ومما علل به استحباب السحور المخالفة لأهل الكتاب، فإنه يمتنع عندهم السحور، وهذا أحد الوجوه المقتضية للزيادة في الأمور الأخروية. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. السحور بالفتح، بفتح الساء السين، الطعام ما يتسحر به، والسحور بضم السين فعل التسحر يعني الأكل. تسحروا فإن في السحور بركة، أو في السحور بركة. البركة هنا قال يحتمل أن تكون بركة أخروية، يعني أنكم إذا تسحرتم أصبتم السنة، وحينئذ يكون لكم أجر الصيام وأجر فعل السنة بالتسحر، فيكون هذا بركة، لأن البركة هي الزيادة، الزيادة في الشيء. أو أن المقصود هي البركة الدنيوية، تسحروا فإن في السحور بركة، أي إن فيه زيادة في أجسامكم من حيث القوة على تحمل الصيام، فإن الإنسان إذا لم يتسحر ضعف بدنه عن الصيام، فإذا تسحر فإنه يقوى. ولا مانع من الأمرين جميعا، السحور فيه بركة أخروية في إصابة السنة، وفيه بركة دنيوية بتقوية البدن، ولا مانع أيضا أن يكون في السحور معان أخرى يشملها معنى البركة. فإن المتسحر يقوم في آخر الليل فيذكر الله عز وجل ويدعوه، وربما نشط فصلى، وربما نشط فقرأ القرآن الكريم. وفي السحور أيضا حفظ لكون الإنسان لا ينشغل بالنوم عن صلاة الفجر، فالذي تعود السحور في العادة السحور إنما يؤكل قرب الفجر، وحينئذ فهو لن ينام حتى يصلي الفجر، فتكون فيه هذه البركة. ولفظ بركة نكرة، فتعم كل البركات، تعم البركة الأخروية بزيادة الأجر، وتعم البركة الدنيوية بقوة الطعام، وتعم البركات الأخرى من حيث العبادة، من ذكر الله عز وجل ودعائه والاستعانة بذلك على صلاة الفجر وعدم النوم عنها. طيب، يقول: السحور اللي فيه البركة هو الطعام، ولا الذي فيه البركة هو فعل التسحر؟ قال: البركة تشملهما جميعا، بركة في الطعام، وبركة أيضا في الفعل. ولا يشكل على هذا أن يقال: كيف تحمل اللفظ على معنيين مختلفين؟ فإن في السحور بركة، يعني فإن في الطعام وفي الفعل بركة، هذا ما يمكن أن تحمل المعنى اللفظ على معنيين مختلفين، هذا تنافي. قال: ليس هذا مما يتنافى، بل من باب استعمال المجاز في كلمة في، تسحروا فإن في السحور بركة. لأن في الحقيقة السحور البركة، إذا قلنا إن السحور وهو الفعل، البركة ليست في الفعل، البركة في نتائج الفعل وهو زيادة الأجر. وإذا قلنا السحور بالفتح، فالبركة ليست في الطعام، وإنما لما يترتب على ذلك من قوة البدن، وحينئذ هذا من باب استعمال المجاز في كلمة في، فإن في السحور بركة في الأمرين جميعا. نعم. وأيضا مما يدل على البركة في أن فيه مخالفة لأهل الكتاب،
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الجماعة إلى البخاري وابن ماجه بلفظ: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. والمقصود بالأكلة أكلة السحر يعني السحر الذي يحتاج الإنسان إليه، وليس المقصود أكلا معينا، وإنما هو الأكل الذي يتقوى به على الطاعة. نعم. الحديث الرابع عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. فيه دليل على استحباب تأخير السحور وتقريبه من الفجر، والظاهر أن المراد بالأذان ها هنا الأذان الثاني، وإنما يستحب تأخيره لأنه أقرب إلى حصول المقصود من حفظ القوى. وللمتصوفة وأرباب الباطن في هذا كلام تشوفوا فيه إلى اعتبار معنى الصوم وحكمته، وهو كسر شهوة البطن والفرج. وقالوا: إن من لم يتغير عليه عادته في مقدار أكله لا يحصل له المقصود من الصوم، وهو كسر الشهوتين. والصواب إن شاء الله أن ما زاد في المقدار حتى تعدم هذه الحكمة بالكلية لا يستحب كعادة المترفين في التأنق في المآكل والمشارب وكثرة الاستعداد فيها، وما لا ينتهى إلى ذلك فهو مستحب على وجه الإطلاق. وقد تختلف مراتب هذا الاستحباب باختلاف مقاصد الناس وأحوالهم واختلاف مقدار ما يستعملون. عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قام إلى الصلاة. قال أنس: قيل لزيد: كم كان بين الأذان والسحور أو والسحور؟ قال: قدر قراءة 50 آية. كم يعني تأخذ 50 آية الآن لو قرأها الإنسان قراءة متأنية؟ ها؟ ربع ساعة؟ لا، القراءة المعتدلة، ها؟ ما بين 5 إلى 10 كذا. طيب، فيقول إنه صلى الله عليه وسلم أخر السحور أو السحور إلى أنه كان ما بين فراغه من سحوره وبين أذان المؤذن قدر قراءة 50 آية. هذا يدل على تأخير السحور، ولهذا يستحب التسحر ويستحب تأخير التسحر إلى مثل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من حيث المعنى أقرب إلى حصول المقصود، لأن المقصود بالسحور بجانب إصابة السنة التقوي البدن. وحينئذ إذا أخر الإنسان الأكل إلى آخر الليل فإن ذلك أدعى لأن يبقى هذا الطعام فيتقوى به سائر يومه. قال: وللمتصوفة وأرباب الباطن في هذا الكلام كلام تشوفوا فيه إلى اعتبار معنى الصوم وحكمته. الصوم ليش شرع؟ ها؟ ما حكمة الصيام؟ ها؟ تعبد، صحيح، هذا واحد من الحكم. طيب غيره؟ كسر الشهوة، كذا، الإحساس بأحوال المسلمين إلى غير ذلك، كذا. قالوا: من معاني الصوم كسر الشهوة. قالوا: ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني يكسر حدة الشهوة. قال: وبناء على ذلك، فمن كان مقدار ما يأكله في الصوم كمقدار ما كان يأكله في الفطر فإنه لم يراعي حكمة الصوم، وإنما ينبغي أن يكون مأكولك في
أيام الصيام أقل من مأكولك في أيام الفطر. ابن دقيق العيد لم يرتضي هذا التحديد، لأنه تحديد نظر فيه إلى الكمية، ولم يلغي هذا المعنى الذي التفتوا إليه، ولكنه جعله من باب التحديد بالوصف لا التحديد بالكم والقدر، وقال الإنسان له أن يأكل مثل ما كان يأكل، بل له أن يزيد على أكثر مما كان يأكل، بشرط ألا ينتهي به ذلك إلى أن تعدم حكمة الصيام. فإذا عدمت حكمة الصيام فحينئذ يقال إن هذا لم يراعي الحكمة التي من أجلها شرع الصيام. فيمكن أن تعدم الحكمة لمن كان أكله في رمضان مثل أكله في شعبان، ويمكن أن لا تعدم الحكمة إلا لمن زاد عن هذا زيادة بالغة، ويمكن أن تعدم الحكمة عند من زاد على هذا المقدار ولا شيء يسيرا. نعم. الحديث الخامس. الحديث الخامس عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. كان قد وقع خلاف في هذا، فروى فيه أبو هريرة رضي الله عنه حديثا من أصبح جنبا فلا صوم له، إلى أن رجع في ذلك بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت بما ذكر من كونه صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يصوم. وصح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك عن نفسه. وأبو هريرة رضي الله عنه أحال في روايته على غيره، واتفق الفقهاء على العمل بهذا الحديث، وصار ذلك إجماعا أو كالإجماع. وقولها من أهله فيه إزالة لاحتمال يمكن أن يكون سببا لصحة الصوم، فإن الاحتلام في المنام آت على غير اختيار من الجنوب، فيمكن أن يكون سببا للرخصة. فبين في هذا الحديث أن هذا كان من جماع ليزول هذا الاحتمال، ولم يقع خلاف بين الفقهاء المشهورين في مثل هذا، إلا في الحائض إذا طهرت وطلع عليها الفجر قبل أن تغتسل. ففي مذهب مالك في ذلك قولان، أعني وجوب القضاء، وقد يدل كتاب الله أيضا على صحة صوم من أصبح جنبا، فإن قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم يقتضي إباحة الوطء في ليلة الصوم مطلقا، ومن جملته الوقت المقارب لطلوع الفجر بحيث لا يسع الغسل، فتقتضي الآية الإباحة في ذلك الوقت، ومن ضرورته الإصباح جنبا، والإباحة لسبب الشيء إباحة للشيء. وقولها من أهله فيه حذف مضاف أي من جماع أهله. طيب. عن عائشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، أي من جماع أهله، ثم يغتسل ويصوم، أي فلا يمنعه ذلك من الصيام. وقع خلاف في هذه المسألة في أن من طلع عليه الفجر وهو جنب لم يغتسل بعد، فهل يجوز له أن يصوم أو أنه يصبح مفطرا؟ كان أبو هريرة يقول من أصبح جنبا فلا صوم له، من أصبح جنبا فلا صوم له، إلى لما كان أبو هريرة نقل لمروان بن الحكم أن أبو هريرة كان يقول هذا القول، فأمر من يذهب إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إلى عائشة رضي الله عنها فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. ثم ذهبوا إلى
أم سلمة فسألوها فأخبرت بما أخبرت به عائشة رضي الله عنها. وكان أبو هريرة لا يقول هذا فتوى، وإنما يقول هذا خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يخبر به عن نفسه. هو كان يفتي بهذا، لكنه كان يفتي اعتمادا على أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع في ذلك قال: إني لم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حدثني الفضل، أي الفضل ابن عباس. وفي رواية أنه قال: كان أسامة بن زيد حدثني، فهو لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه من الفضل أو من أسامة بن زيد. لكن هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر كونه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه من الفضل أو من أسامة بن زيد. لكن لما بلغه ذلك قال: أهما قالتا؟ قالوا نعم. قال: هما أعلم، أي أعلم بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك فقد اتفق الإجماع، قد اتفق العلماء ووقع الإجماع على العمل بما جاء في حديث عائشة وفي حديث أم سلمة رضي الله عنهما، أنه إذا طلع عليه الفجر وهو جنب فإنه لا يؤثر ذلك في صحة الصيام. وقد أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه، أخرج أحمد ومسلم وأبو داود عن عائشة أن رجلا قال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فهذا يعني جاءنا الحكم هنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من خبر عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية قولها: من أهله كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. ما فائدة قولها من أهله؟ فائدة قولها من أهله نفي احتمال أن تكون تلك الجنابة من غير جماع، وحينئذ يقال إن من احتلم نعم هذا لا يؤثر عليه، لأن الاحتلام لا خيار له فيه، لكن من جامع فإنه لا يجوز. فلما قالت من أهله نفت هذا الاحتمال، أي نفت احتمال حمل الحديث على أنه كان من الاحتلام، وبينت أنه كان من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تأكيد منها، وإلا فقد قيل إن الأنبياء لا يقع منهم احتلام، لأن الاحتلام نوع من تلاعب الشيطان، وإذا كان كذلك فأصلا هو منفي عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، فيكون كلامها هنا من أهله تأكيد لهذا المعنى، وتأكيد المعنى لا حرج فيه. وبعضهم قال: نعم، إن الاحتلام ليس كله من تلاعب الشيطان، فقد يكون الاحتلام من تلاعب الشيطان، وقد يكون الاحتلام من زيادة هذا الأمر في الجبلة والطبيعة، فحينئذ إذا كان من هذا الباب يمكن أن يكون من الأنبياء كما يكون من غيرهم، فنفت حينئذ هذا ونصت على أنه كان من جماع أهله، وكما ورد عنها أيضا في شأن جوابه صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. وقع خلاف، يعني الخلاف هو وقع في من كان جنبا من جماع، لكن إذا كان الجنابة واقعة من غير جماع
بسبب الاحتلام. فكلام ابن دقيق العيد أنه لا خلاف بينهم لا عند أبي هريرة ولا عند غيره في أنه يصوم، لأن الاحتلام لا شأن للإنسان به ولا قدرة عليه، إلا أنهم اختلفوا فيما هو شبيه بالاحتلام من حيث كونه لا قدرة للإنسان فيه وهو الحيض. فالمرأة إذا طهرت من حيضها وطلع عليها الفجر قبل أن تغتسل، ففي مذهب مالك قولان: القول الأول وجوب القضاء، عليها، وأن صيامها لا يجزئ عنها. وقولهم وجوب القضاء لا يدل على أنهم يبيحون لها الفطر، وإنما يجب عليها أن تصوم ويجب عليها أن تقضي. والقول الآخر كما هو مذهب من مذهب مالك كقول الجماهير، وهو أن الحائض لا شأن لها في هذا الأمر، فإذا كان الاغتسال لا يؤثر فيما يتعمده الإنسان وهو الجماع، فمن باب أولى ما لا يتعمده الإنسان ولا حيلة له فيه كالاحتلام والحيض. ثم قال: ومما يدل على أن الجنابة لا تمنع من صحة الصيام قول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أحل لكم ليلة الصيام، الليلة تصدق من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وبناء عليه أحل لهذا الإنسان أن يقع منه الجماع في آخر لحظة من الليل. وإذا وقع منه الجماع في آخر لحظة من الليل لم يتمكن حينئذ من الاغتسال. فدل القرآن على أن الجنابة لا تمنع من صحة الصوم، كما دلت السنة أيضا على أن الجماعة لا تمنع من صحة الصوم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.